الأولية وهذا الأكد هنا معطية أولية من زوز عناصر إرهابية فأكثر حاملين أزل حق لشنكوف. فما المؤكد فما إصابة وتم نقلها إلى أحد مستشفيات العاصمة وحدات مجابهة الإرهاب إصابة من طرف سائح وحدات مجابهة الإرهاب موجودة داخل قامت بتطويق المتحف بالنسبة لزوز عناصر الإرهابية محاصرين. الأنباء عن معناه محتجزين رهائن أو إحنا مازلنا نستناو في عملية الإخراج هذا إخراج معناه الإجلاء السياح هذا مربوط بالعمل نتاع الوحدات الخاصة اللي هي موجودة لداخل.